دينا أبو زيد، بالنسبة لنا خامة كويسة للتجنيد وتقارير جبران عنها كلها مشجعة، بس احنا محتاجين نتأكد انه هي مو مدفوعة علينا. مشان هيك بعثنا لها فريق لتقييم العملاء، راح يحطوها تحت اختبارات نفسية مختلفة ويدرسوا ردود أفعالها، لغة الجسد، ثباتها الانفعالي والعاطفي، قوة ولائها. بناء عليه راح نحدد خطواتنا الجاية. شراكتنا مع هدول الناس راح تفتح لنا باب كبير للفانز. ف يلا اطلعي لنا بأفكار حلوة. عيب عليك يا جبران، أنا ابتديت أشتغل من قبل الميتنج، أنا بس ما كنتش عايزة أوريهم عشان ما يفتكروش إن إحنا مهتمين بيهم قوي. وشو طلع معاك؟ فاكر يا سيدي السيمينار اللي عملناه من سنة على تخطي الصراع الديني في الكوميونيتيز اللي من ديانات مختلفة؟ بالتنسيق بين المركز الإسلامي والكنيسة. أيوة، أنا بفكر أعمل نفس الحاجة بس على نطاق أوسع، نفس الفورمات، نجيب ورشة عمل أكبر، نجيب مركز كبير يهودي من المعروفين، العضوية تبقى للشباب أقل من 30 سنة من كل الديانات ومن كل الجنسيات حتى إسرائيل. إيش يعني؟ بدك تعمل نموذج لسلام شرق أوسط مصغر؟ بالضبط كده يا جبران، بالضبط كده. ولما الموديل ينجح نجيب الميديا تغطي نهاية الورشة ونبيعه لهم زي ما انت قلت كده، نموذج مصغر لسلام شرق أوسطي. مش انتوا يا جماعة مش عارفين تحلوا الصراع العربي الإسرائيلي بقالكوا سنين؟ احنا هو حلناه في كوميونيتي بمنتهى البساطة. ايه رأيك؟ ينفع كده يا وحش؟ يعني انا عشم نفسي بليلة أنس تنمي مني زي البطة؟